الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لله سبحانه وتعالى الحمد والثناء والفضل والمنة أن يسر لنا أيها الأكارم هذا المجلس الطيب الميمون المبارك تدارس فيه وإياكم كلام الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحمد ربي تبارك وتعالى إن شاء الله يستيسن يورد أنبارك جسنا الدرب تبارك وتعالى جسنا الدرس نسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربي تبارك وتعالى وفق اسمي حب المرض الذي يحز في الناس هو سؤال واحد: ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ الذي يحز في النفس أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ضحوا بالغالي والنفيس، يعني بماذا؟ بمهاجهم، بأرواحهم، بأموالهم، ببلدانهم، من أجل أن يصلنا هذا الدين. باش وصلنا هذا الدين هذا. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع شتى أنواع السباب والشتائم وشتى أنواع الابتلاءات والاختبارات والطمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم. اللي بغيت نوصل ليه وعواد الناس هادو النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعهم الصحابة ومعهم الحواريون، يعني الذين اللي حاطوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ضحوا باش ضحوا بصحتهم وبعراضهم وبشرفهم وبمالهم وبوقتهم وبلادهم باش يصلنا هذا الدين، ووصلنا ولله الحمد والمنة. حنا غادي نبداو من الزمن ديال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملي نزل عليه الوحي كانت الدعوة سرية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر الدعوة كانت سرية، يعني يخاطب من؟ يخاطب الناس اللي توسم فيهم الخير، الناس اللي غادي يقبلوا الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أولا، يعني من قبل بأنه الصادق الأمين. ما يمكنش هذا الرجل هذا يكذب، كما قال أحدهم: والله ليس بوجهي كذاب. هذا نقراو ليها في وجهه ما تيكذبش، يعني عرفوا بالصدق في التجارة، عرفوا بالصدق في المواعيد، عرفوا بالصدق في التعاملات المالية، عرفوا بالصدق في الأخلاق، عرفوا النسب ديالو، عرفوا الشجرة ديالو، عرفوا بأن الرجل شريف قبل أن تنزل عليه النبوة وقبل أن تنزل عليه الرسالة. كل هذا الأمر، يعني الدعوة كانت ياش 3 سنين وهي سرية، لأنها نزلت ياش في واحد الوسط. دائما رسول يأتي بماذا؟ يأتي برسالة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واحد الوسط مظلم جدا، فيه الكفر، فيه الشرك، فيه الإلحاد، فيه الزنا عياذا بالله، فيه الخمر، فيه اللواط، فيه يعني كل شيء. هذه المسائل هذو مبثوثة في ماذا؟ في هذا المجتمع. فاش نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأشد هذا الأمر، يعني أشد هذه الأمور
كلها وهي ماذا؟ وهو مسألة الشرك. و 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم تقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني هذه هي الدعوة ديال الأنبياء، هي دعوة التوحيد. يعني هكذا سنرى نبدا ندوز الزمان زمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسند الدين هاد لاغ ديالك من توحيد هاد لاغ ديالك من المسألة هاد لاغ ديالك من تسلك من اخت ندلا نبيا ضحى زعما سمي سما الدين دي سوين نسند زعما سلوقت نسند زعما سند مازير نسند زعما سند الفلوس نسند الى غير ذلك. كذلك الصحابة علاش اللي غير غاتصور ما خير اللي غير غاتصور فونشكا اشكو الا دارني وسقسي ماذا قدمت لدين الله، ما تقدمت للدينات. علاش نزريت ماتنا غير مزيغن الا من رحم الله، كون الا منطقة سوس، حنا دابا في منطقة سوس. والزمان فاش نزل فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني قلنا ماذا؟ تعج بالفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني تتصدع له ماذا؟ السماوات والارض، فيها الشرك كما قلنا، فيها الزنا، فيها الخمر، فيها الربا، فيها كل شيء. انا غادي ندوي دابا غير على سوس البلاصه اللي مخالط فيها مزيان وعارفه وداريها ودوزت هنا اكثر من تقريبا 40 سنه، 40 سنه وانا في سوس بالتمام والكمال من 82 وانا في سوس 40 سنه، يعني وعارف الناس واحتكيت بالناس وعارفهم كذا الى اخره. دابا الا جينا نجسدوا المجتمع السوسي عندنا حنا ياك ونشوفوا المشاكل اللي فيه ونشوفوا الناس واش نيت خصهم ينوضوا، يعني قومة رجل واحد باش هاد الدين وهاد التوحيد وهاد السنة يعني باش يوصلوها لأقصى ما كان ممكن، يعني في سوس. علاش حدث الأشياء هاد المسائل اللي صيفط عليهم الله سبحانه وتعالى النبي راه عندنا في المجتمع، راه يشكل عندنا في المجتمع السوسي الان. نبداو بالشركيات، مواسم الشركه حدث ولا حرج، بل من منهم من يؤصل لهذا، يؤصل لمواسم الشركيه، يؤصل للتوسل بالاضرحه، يؤصل للتوسل بالسادات، يؤصل التوسل بالصالحين. يعني لهذا نزل ماذا؟ لهذا ارسل الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ العقوق. سيدنا حكيم وتشوف الراجل الدري واقف مع باه، باه دعاه، علاش دماغه باه؟ تخد الوادين دماغ باه، وكان لي دماغ مو، كان لي خرج مو باه من الدار. انا سمعت بوذني سمعت الدري سب باه مباشرة، وتنعرفوا الناس يعني راه الإشراك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، الدرجة الثانية مباشرة إشراك بالله وعقوق الوالدين. عندنا العقوق حديت ولا حرج، الناس اللي خرجوا ليها كود، أما الناس اللي هما باقيين يعني ما عرفوا واش طايح هو في العقوق ولا ما طاحش، هذا يعني هذا بمعدلات مخيفة جدا. أش غتقول لي المثلية الجنسية؟ الناس خارجين ليها كود في مواقع التواصل وتدوي على هذا الشيء، بل منا من يريد ان يؤصل لهذا ويقننه ويجعل له قوانين تسري في مجتمعنا الاسلامي. عشان تنوي لك انا على سوس، تنوي لك انا على البلاصه اللي مخالط. اجل مازال بتقول لي الزنا، الزنا حدد ولا حرج، والناس وهازين الناس الاعلام وبالعلالي مواقع التواصل. شنو نقول لك مثلا؟ شنو تقول لي اشنو اخر؟ العري، العري العري كان روتيني اليومي وتيدوي بالامازيغيه، كاين اللي تيصور الزوجه ديالو وهو ميت. في مثل هذا المجتمع نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا المجتمع جاء الغضب من رب الارض والسماء. شنو تنزل علينا صاعقه والله الذي لا رب سواه. الناس دابا تيتشكى وتيقول له يا ما كايناش الشتاء، كاين الجفاف وكاين القحط. نخشى ان تنزل علينا حجاره من السماء. عرفتي الا بقينا هكا وتتنط تصلي الصبح ديال وتتسنى الشمس تطلع من بلاصتها ما تقولها لحد. شرب الماء ورجع نعس. والحمد لله باقي ما قامت القيامه. وما خصش بين الله الارض.
ولا نزل ولا خرج لينا البركان، يخرج البركان هذا قدامنا لدين الله. هاد الناس هادو شكون بيوعيهم؟ هاد الناس هادو شكون بيوريهم الطريق؟ هاد الناس هادو شكون بيوريهم التوحيد؟ شكون بيوريهم السنه؟ ماني تكتبوا المشعوذين الضلال الدجاجله، الناس اللي تيجيو تقول لي هادي دير هادي تحت الوساده، ودير هادي تحت النجوم، ودير هادي بالليل، وهادي بخرها، وهادي كدير كذا. والله البارح البارح والله الذي لا رب سوى، الى حكى لي واحد السيد عرفت اش حكى لي من هاد المجرمين، هاد مرضت ليه مرتو، قال لي واحد يعني رئيس الطريقه، واحد الطريقه ما بغيتش نذكرها، قال لي راه مرضت ليا الزوجه ديالي كيبغي ندير، جاب لي القميص ديالو يعني الفوقيه ديالو ولا معرض القندوره مسخه، قال لي غادي تصبنها وداك الوسخ ديال القندوره غادي تشربو مرتك باش تشافها. قال لك اللي هو عندي غصه في الحلق وبقى فيا الحال، ومرت في صحتي وهو انني شربت داك ياش شربت داك الشيء لمرتي، وماتت مرتو راه توفات الله يرحمنا واياها، والراجل تابع الى الله سبحانه وتعالى، وقال لك باقي داك الشيء انا شادني في خاطري وباقي في قلبي وباقي داك الشيء، قال لك تيحرقني خنز عزكم الله ولوسخ يا داك المجرم، قال لي صبي واعطي لمرتك تشربه. ويصدقون مثل هذا والادهى ولا ما راه كاين شي حوايج ما بغيتش نذكرهم، ولا اريد ان نجلس مجلسكم هذا، مثل هادو اللي غادي يبلغوا لنا التوحيد، هادو يبلغوا لنا التوحيد، تقول لك تكتبه ودير هاد الحجاب وكذا، تيبيع قال لك الخاتم ديال الرزق، قال لك تيبيع الخاتم ديال الرزق، راكم في الرزق راه كاع ما تبيعو، تيجيب لك الرزق خلي عندك، علاش بغيتي تبيعو انت؟ ربي نقدم يدي لربي تبارك وتعالى، نكاسو راه مازن مازيرتي لا سور فمازن غلي راه مازن شس، سيدي عشينو سكا سكيسكي، وكان المشكل كله غير اللي في تكويز الانبياء. ادغون شكلي زي صفدر ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كل الا هي الشركيات اللي دارنا دار هو المكان الشرك، عرفتم تنداري بوتا كتوبر عرفتم دار الكهنه السحره الفجره اللي مسمي تم كل ما تسلات، انك ما يسمي بابك ما يسمي انك والله بلا المجرمات. وشنو ما سول تريد الا هي ما تريد الزنا يجاد غير يساوكي ربي الله انت الحرين الى انت مازيغين انت دماز انت كماز انت دير كاز نسن انت دماز انت روان نسن تصور انت دات نسن ديال العالم ما رايس فيه الضغايا ما رايس فيه الصغايا ما راه هذا واحد نايم في المقر طلعه ما راه هذا يوم زاف فقير هذه بردو سكيف وشكون غايقول اودي ان اللهم ان هذا لمنك شكون بيقول هذا الشيء غادي تمشي ولي غاسولي الكمور كازار تصور دام غارد نص يصور دير باتين يصور كذا اللي انت بغا رينا تصور ندماز ما يسمى بالفنانين تلوح على الفلاسفوت عرفتي دي بلاس كل شيء اللي غين كيران بام عند غنشك النصار نصاطي لي تايلا يكاور غماز غين والو طام غارت نسني تا هذا تصور دماز نواد تصور دوين عرفت شتو دار غير دار سنين تا قول مع السن راه فين غادي الناس هادو فين هو غادي راه هادشي راه هادشي راه لا يبشر بخير والله لا يبشر بخير الميضاضني الربا اللي وجدنا ارطل مدل الفلوس جي مؤسسات الربويه ونجمع في المؤسسات الربويه وويليني ترطل الفلوس راه كضطر ب 100000 ريال انك غيزرو سكواس تراتي تنغدر اي رواطه تراتي 920000 فوق المد صغار اللي واض هاي اللي وجدنا ايه بدوت المواقع سولا ريسون عادي اي سواء بالمواقع اللي اما المواقع التواصل الاجتماعي مي اسمع راه دي سولتي دمي ديالنا ما لي راس بغاري مين كتلو دمي ديالنا الغيش عديد ولا عرج دمي ديالنا لهذا السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح ماذا قدمنا لدين الله كلنا نتحاسبوا كل واحد يتحاسب من المنصب ديالو كل واحد يتحاسب من الوظيف ديالو من البلاصه ديالو فين ما كان اللي عجبك فين ما كنتي يكون الشعار ديال بلغوا عني ولو آية ما تسناش هذا استاذ ولا هذا شيخ ولا هذا واعظ ولا هذا عالم ولا هذا مفتي ولا هذا لا كل واحد وداك الخير اللي عارفه وعنده عليه الدليل يبلغوا للناس راه هنا المساله ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راه ما بقاتش عندنا شي حاجه سميتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى طغى المنكر تولوا الناس طيب ولا عندهم ذاك المنكر هو المعروف والمعروف هو المنكر راه ولا التوحيد عندهم هي الوهابيه قلت
ديروا مودي المواسم الشرك وكذا وتقول لك لا الوهابيه. قول لي على شنو هي الوهابيه؟ دخلنا عليك بالله لما قول لي فسر لي انت شنو هي الوهابيه؟ شنو هي الوهابيه؟ ولا دعوه التوحيد ودعوه الانبياء ودعوه صحابته او دعوه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعث بالوهابيه؟ فيما شفت شي واحد قال لك هذا وهابي وكذا؟ عرفوا هذاك صوفي، عرف هذاك طرقي، عرف هذاك مبتدئ، عرف هذاك لا يعلم في دين الله شيئا. ماذا قدمنا لدين الله؟ ما نقدم الدين ربي تبارك وتعالى. اي هو هذا الصحيح، هي الدين غير الله. بلغوا عني ولو آية، إنك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أهل العلم، بلغوا عني ولو آية، يعني بلغت في الله واخا غارية تكوري. تسند الفاتحة، تسلمت وهيوني. هذه كاروك نختزلت. تسلم ستيد مغاركني. تزرت تارواني. هذا كنا رسولنا الله ويا نهارنا الله تاروانا. أنا ما بقيناش تنبكيو روسنا حنا، تنبكيو لولادنا. ولادنا فين بيكبروا؟ اش من بيئة فاش غيكبروا؟ دخلنا عليك والله فين غيكبروا؟ راه يحس هذا في النفس، راه ولادك هادو فين بيتكبرهم؟ شوف الشارع كيداير، ما بقيناش تندوي على الانحرافات الاخلاقيه والانحرافات العقاديه، وراه عندنا الالحاد، راه كاين الالحاد في منطقه في سوس، هنا منطقه في سوس قبل كوفيد، حكى لي واحد الاخ قال لي اصبعوا تاكل رمضان نهارا جهارا، داكشي مجهد بالحلال، هما الامازيغيين، هاي الدار الغنيه ديال ربي، هاي الدار الغنيه أدرت تحتها فانت مثلا السنة الأمازيغية دو خصهم دا مثلا تقول لا وين دلفو جورا وين دلفي يخدم الرباب يخدم البيانو يخدم يا بو دي زاتي ديال الأمازيغية يا بو دي زاتي رزي العرضة أمازيغية أنا والله دار خط السركان وي السركان خط النرجيز الأمازيغية زد الرباب أستيان وسينا خط الأمازيغية هنا خط الرباب أسينا خط الأمازيغية هنا خط العواد أسينا خط الأمازيغية هنا خط غلوطار أسينا خط الأمازيغية هنا خط الناقوس أسينا خط الأمازيغية هنا خط غوخصوم أسينا خط الأمازيغية هنا خط تولا صافي أمازيغية واش كانت هي بطنون وفرجون الكيسكان هو الأمازيغية صافي أما كي راه ندينا تورسكيت إلا من رحم الله الأمازيغية هي التقوى لربي تبارك وتعالى الأمازيغية اللي هي حري هي ربي هي المشايخ هي العلماء يرمز إليهم بالورع يرمز إليهم بالتقوى بالإيمان هادي سميتها سوس العالمة لا سوس العالمة أرى إلا بغينا حنا نجيبو الوتاد ديال سوس الرجالات ديال سوس راه اللي تيمثل الرجالات ديال سوس وتيمثل الوتاد ديال سوس وتيمثل العلية القوم ديال سوس راه هما أهل القرآن وهما أهل العلم وهما المشايخ وهم الفقهاء وهم العلماء الأمازيغيين وهم الأطباء الأمازيغيين وهم المعلمون الأمازيغيون وهم المربون الأمازيغيون وهم الأساتذة الأمازيغيون وهم المدراء الأمازيغيون المسلمون الذين يدبون عن حياض التوحيد ودينا كريم ملا أغرس أغرس الهدين زكان لما سوى وكادير أي استهزاء الدين ربي تبارك وتعالى وإذا هذا كيمثل الأمازيغية نقد وليد صوان دابا سنت مغاري ناس ندي تكبالها فوس يسوى رجلي اركي ورزان زي سروات الفخر هذا هو هذا كيمثل الامازيغيه ودورة النصر يغي لك المؤتمر يلي كان الملتقى يلي اسم الرجالات قالوا لنا هاد الناس صيفطوا لنا الرجال ديالكم ديال سوس اشنو غتصيفطوا ليهم؟ صيفطوا لهم الموحدين نصيفطوا لهم الناس الفقهاء نصيفطوا لهم العلماء نصيفطوا لهم المشايخ نصيفطوا لهم طلبة العلم نصيفطوا لهم الأساتذة يعني الموحدين كلهم الأطباء الناس اللي هادو هما الأكفاء هادو هما الأطر هادو هما علية القوم الناس يقاسون بماذا؟ إن أكرمكم عند الله شكون؟ أتقاكم هذا هو السركان أخت أمازيغت السركان تمازيغت ولا تمازيغ كل يا ناس أمازيغ يا تاني لكن كيف أنت الأمازيغية يعني السؤال أعيده ماذا قدمنا لدين الله وطوفان من الفسق والفجور والمجن لابد أن يتصدى لهذا بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى تصدى بهذا بتعليم الناس الحنفية السمحة بتعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى بتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من بلاصتو قلت لك يكون الشعار ديالك بلغوا عني ولو آية بلغوا هذا رفيع الأمر وقال الصراح بلغوا يعني هذا تكليف كلفك الله وكلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين بلغوا عني
عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تشريف، بلغوا عني ولو آية، فهذا تخفيف يتبري ولو آية بلغها. تتعرف سورة الفاتحة قراها احفظها، راه ركن في الصلاة. علمها للزوجة ديالك، علمها للوليدات، علمها لمن تعول، حكم شرع الله سبحانه وتعالى في دارك. راه شحال من واحد منا تيقول شرع الله شرع الله، بغينا تحكيم الكتاب والسنة. هي كلنا بغينا تحكيم الكتاب والسنة، نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور لذلك. ولكن هل حكمت سنة الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، في معاملاتك مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك؟ كل ناس على ناس. واش حكمنا شرع الله في الدار؟ حنا من وجبد. المشكلة المشكلة حنا كل واحد يقول راسي يا راسي، كل واحد يجبد على راسه. تفوتني غير أنا في المجال، لا راه فرطنا أيها الأحبة، راه فرطنا. وهل عند يقول زاحم أهل الباطل في مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما ما كانت لك شي فرصة تبلغ فيها بلغ، وفيما ما كان عندك شي أمر بالمعروف وعرفتي بأنه معروف وبضوابطه الشرعية، راه حنا ما قلناش خذ السيف وكذا، راه حمدنا الله وشكرنا، راه أهل السنة والجماعة من أعقل الناس، أرحم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. راه حنا الحمد لله لا ندعو إلى الخروج، ولا ندعو إلى تكفير الناس، ولا ندعو إلى المظاهرات، ولا ندعو إلى الخرجات، داكشي ما عندنا ما نديرو به حنا. ندعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى إحياء أهل السنة والجماعة. باش زعما يا جهل الباطل نكون واش كذا، نكون ولا نتلي أنا نكفر قرانيان، ولا نضحك قرانيان الملة، ولا نتوصل نفوز المظاهرات ولا كذا. المظاهر الناس تزيد تفون، ما يتفونس اللي يضرب ولا يتفونس اللي يضرب. راه قرن أنا بغيتي يخرجوا المظاهرات راه دقيقية إلا من رحم الله. ما عمرنا شفنا شي مظاهره خرجوا فيها نريد ماذا؟ ازاله المواسم الشركيه، نريد محاربه البدع، نريد محاربه الضلالات والخرافات والطرقات والطرقيات وكذا الى غير ذلك. عمرنا سمعنا هذا الشيء. انا غير زيدوا لنا في هذه، عيدوا لنا هذه كذا، قدوا لنا هذه. هي نسال الله تبارك وتعالى ان يوسع الارزاق. لكن الاصل هو ماذا؟ الاصل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. الاصل هي توحيد ربي تبارك وتعالى. إذا ما قدم ماذا قدمنا لدين الله؟ راه صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم راه أفعالهم وأعراضهم في ماذا؟ لإيصال هذا الدين إلينا سالمين غانمين حنا. جالينا فابور، أي حاجة تكوسيت تستنوا راه يسكت تما، راه تغمى فابور، كي تحاش تكوسيت يعني أي حاجة وردتيها ما عطيتي فيها والو ما تطلعش فيها، حيت هذه ديال الوالد ولا ديال جدك خلاها لك عادي جدا. بتبيعها بدير ليها لوريط، بتبيعها وكذا وكذا وهذا ماشي مشكل. حنا ما عرفتش فيها. الناس اللي عرفوا في الدين والناس اللي عرفوا في الاسلام راه عارفين بحق هذا الشيء. تنقول قلنا ماذا لابد، ماذا لابد يعني من المساله ديال كل واحد وفي البلاصه ديالو فين خدام. لابد من ماذا؟ من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. قلت لك بلغوا عني ولو ايه. حفظ الفاتحه، عارف راي الوضوء، عارف اركان الصلاه، عارف المستحبات، عارف كذا، عارف كذا. مين علمها؟ مين علم التوحيد لوليداتي؟ قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك بلغوا عني ولو ايه. قلت كنت في شي حي، كنت في شي درب، كنت في شي حومه، بديتي تدير جمعيه تحفيظ القران وتعليم التوحيد وتعليم السنه، راه ولاو العيال جزاهن الله خيرا، جزاهن الله خيرا. والله دايرين جمعيات ويكافيح ويكابيد وتجمعوا الفلوس باش يبنيوا دار القران، باش يقراوا، متحجبات عفيفات طاهرات احسن الله تبارك وتعالى اليهن. الله الذي لا رب سواه. يعني فهمناش كاين اخوات ختموا القران والفيق وعندهم الوليدات والدار والشقاء والتخمال، ورغم ذلك تتلقى خاتمه القران. يعني هذا راه جهاد. هاد المرأة هادي راه عفيفة، هادي راه نادرة، هادي راه نادرة، هادي راه زمرد، هادي راه ياقوتها، راه قليل هاد النوع هذا. وتتحارب وتيستهزئون بهن، حنا العيالات تيضحكوا عليها، تي لابسة الخاميان، تي لابسة القيطون، تي لابسة صابرة مسكينة. المجتمع تيحتارمو، تيحتارم هاد النساء العفيفات وكذا، تا دوك الناس اللي منحرفين أخلاقيا
ما تينقوا عليهم، ما تيتعداو عليهم، ما والو، لابسه حوايجها مستوره والعنية اخرى، وهو مسائل ديال الجمعيات. وانا الا نهار ما نذكر ودوار ولا كان يشكل كان جمعيه نتحفيظ القران، دماس التوحيد، دماس المنهج، دماس التربيط، يسعلمسني ربي الاسلام الصحيح، العقيده الصحيحه السليمه، يتمغاري الناس زعما واتجرن زعما سنتروانز. واش كان يا ربي شكون كني ولله الحمد ولمنا كني وفق ربي تبارك وتعالى، يعني دلا داروا الجمعيه النون تبنى، راني تبدو اني تبدو ان شاء الله تبارك وتعالى نضرب ربي ربك نوفق. دلا اللي داروا كني جمعيات زايد نضي طياد نضرب ربي ربك نوفق، الحمد لله ولله الحمد. واش كان اري الصفرح انتم ولله الحمد ولمنا، ما غاديش نسمي البلاصه، انتم كانت عندكم جمعيه يعني عطات ثمرات ولله الحمد ولمنا، دابا درتوا جمعيه اخرى لتحفيظ القران وتعليم التوحيد، وهذا راه هذه ان شاء الله عز وجل صدقه جاريه. راه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طالق، لا تحقرن من المعروف شيئا ماذا ولو بشق تمره. سعيد راه انت الى تنشر العلم وتتنشر القران وتتنشر التوحيد راك انت على خير ولله الحمد والمنه. يعني انت ايش؟ انت واقف في طريق الباطل. الله خيران في الامازيغيين اللي هما موحدين، فيهم الامازيغيين اللي هما توقات، فيهم الامازيغيين اللي هما مشايخ، فيهم الامازيغيين اللي هما علماء، فيهم الامازيغيين اللي هما طلبه العلم، يعني موحدون اطباء الى غير ذلك، ونعرفهم ولله الحمد والمنه. ولكن كاين واحد الثله هذه المساله هذه، يعني نغويض غير اللي سنا مدن اللي دارنا الجمعيات تحفيظ القران، تبيك سنا تشجعان داروان سنا تشجعان تيمغاري سنا تفتون تسنت التوحيد تسنى ميكس تزلان تسنى ميكس قران حفظ ندي ميك اما سوا ربي تبارك وتعالى حفظ ندى الفرائض اللوضوس سنى ميكس تزلان سنت كل شيء ولله الحمد ولمنا. شكون علاش نكون طبيب تانا المحاميه اللي قالت مسلمت محجبه ان راه تيمغاري ان غادي انت مسلمين يقصد ربي سبحانه وتعالى هذه انت العفيفات هذه انت الطاهره المدن تسفالكينا غراس تسفالكينا غرس التوحيد ما سنوين السنه دافعين في الدين ربي تبارك وتعالى اين موت سند لمدكي باش تسنتي ويا واش كذا الدار كي قال مي لان هذا الدين راه امانه والتبليغ راه لا يخص بالوعاظ ولا يعني وبالائمه وبالعلماء كذا لا بلغوا عني ولو ايه راه ابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال ابو بكر الصديق ومن النساء خديجه بنت خويلد أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصره وأول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار إلى غير ذلك. يعني المرأة راه عندها الوزن ديالها في المجتمع، لذلك أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأعداء العفة والطهارة يحاربون المرأة، وديك المرأة يخرجوها من دارها تيبغيو ديك المراه هي اللي بغاوها باش تعرى، ديك المراه اللي ما خصهاش تقضي الغرض في الدار، اللي ما بغاوهاش تكون ربات بيت، باغيين يخرجوها الى خرجت للعمل، يعني بضوابط شرعيه راه حتى واحد ما منع من العمل بضوابط شرعيه. لكن هما بغاوياها، بغاو ديك المراه الفاجره، ديك المراه الفاسقه، ديك المراه العاريه، صححه الامام الالباني يعني في الصحيح ان لم تخني الذاكره الرقم الحديث 3330، لم تخني الذاكره. شر نسائكم المتبرجات هن المنافقات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي شي حاجة كالغراب الأعصم إلى غير ذلك وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشر الشاهد هنا هو ماذا؟ شر نسائكم المتبرجات هن المنافقات. هذا حديث صححه الإمام الألباني ورقم الحديث 3330. هادشي راه تيخلع. يعني تيمغارينا تيهضر بات ديورين زعما زمي زعما زوغرا زعما سنطورس العفاف نكلي نرى طبيب تاني كانت مسلم ديك محجبه نرى الاستاذه اللي كانت مسلم ديك محجبه نرى بيت المحاميه اللي كانت مسلم ديك محجبه نرى كل الخير نولي اللي ما يعرضناهوش كان زعما ضوابط شرعيه الله يسخر واني عن النقطه نرزمو هاني مدني خصها تمي خصها تسالنا التوحيد نسنا سالنا لي مورات الدين نكوني عادي نصبر راه نجاح سالنا منوفا وانما تروانا ماني غرد ما الدين ما البي اغرد نكر ايش لما الا ايش زرنا ولا نعمز مواقع التواصل الاجتماعي لما سن برا بلا الحسنات بلا تيملسان لي لسان ولا الطريقه يسال سوان ولا تظليط ما زال تظليط في المسجد ما تاختي المسجد ولا حتى شي حتى جاوا علينا المسجد
غير المسجد وتو ضامن الدار، وخطوة حسنة وخطوة تنفعها عنك تنفعها عنك سيئة، أنت جاي طاهر من الدار وبجلابة ديالك وبالهندام ديالك وبالعطور ديالك وبالسواك، لأنك ماذا تستعد لملاقاة الله سبحانه وتعالى، تستعد لمناجاة الله جل ذكره، تستعد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون أن يكون سمتك وهندامك يعني يكون في مستوى من تقف أمامه جل ذكره. جرية ما تسولش، أما الصبح يدلي هذا هو الاستفاد. البوادي حديث ولا حرج. في البادية الإمام وأعما أقول أن تنعرف راه تندوي شي حوايج، راه ماشي تنعمر عليك الشوارج وأنت ما غندوي، راه ما تنطلق الكلمة تنعرف تنوزنها، تنعرف واش كاين ولا ما كايناش. أنا تنعرف المساجد تيأدي الإمام وتيصلي بوحدو، كاينين المساجد تيتسدو نهار السوق ما فيهش صلوات الخمس، يسوق الفقيه يسوق الطلب ديالنا اعلم منكم ولا عندك كذا ولا الحمد لله راه موحد ولا راه سني ولا راه سلفي ولا يدب عن حياض السنه والتوحيد لله، ولا تعبرهم باش بالطول وبالعرض. طلبنا يقول وين يغزيف اه سي جماعه ديسكي، لكن الا درنا الطلب يمكن يعمر او سي كي جماعه ديس اصل الناس ما جات تفهم ان سيدي دقام الا يان يا المجرم إن يا سينا ساتي تمريضي تمارت كل شيء إيه ينطر رئيس نكرم الطريقة ولا ما هي إن ساوين أو إن فوقيا نتكتست إن سير كان ليه سينا نتنسو تمارت ديك ستيا كل حد البركة إربو دي ما نينرو ما نوس الغيرة وغربو ما نيس الغرب فين غادي فين هو غادي هاد الناس. نسأل الله عز وجل رد الأمة إليه ردا جميعا. علاش بدينا السؤال وهو ماذا قدمنا لدين الله؟ راه غادي تسألوا على هذا الدين هذا. أهل الضلال راه ناشطين، تيأصلوا الجمعيات ديالهم، والجمعيات ديال أي حاجة تخطر لك على البال، راه قايمين بها وناشطين بها، إلا الجمعيات ديال التوحيد وجمعيات ديال القرآن وجمعيات، راه لابد من ماذا؟ من إنفاق الأموال والأوقات لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصح هذا راه واحد البيان غادي نصيفطو إن شاء الله عز وجل. الناس واسع الله يجازيهم بخير اللي عندهم الاموال وعندهم التجارات يدعموا بحال هذه الجمعيات هذو التي تدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى، يدعموا هذه الجمعيات التي تدعو الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعموا هذه الجمعيات التي تدعو الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفقوا الاموال فاش في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ينفقوا الاموال في التوحيد، ينفقوا الاموال في السنه، ينفقوا الاموال في تحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى، ما يبقاوش ينفقوا الاموال على المواسم الشركيه وعلى الضلالات والخرافات وعلى المشعوذين والدجاجله وما كل من هب ودب. لا فلوسي هادو وبغيتهم يمشيو يعني تكونوا صدقه جاريه نعرف يمشيو، نعطيهم للجمعيات ونعطيهم للمساجد التي تدعو الى التوحيد وتدعو الى السنه وتدعو الى الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراسي مرفوع وعرفت الاموال ديالي فين مشاو باش كواش باش نحافظوا على سوس العالمه، وما بغيناش تنسارخ منها يعني هاد الهبه هذه وهاد السمه وهاد السمت اللي عندها. سوس معروفه بحفظه القران، سوس معروفه بحمله القران، سوس معروفه بالعلماء، سوس معروفه بالوعاظ، سوس معروفه بالمشايخ، سوس معروفه بطلبه العلم، سوس معروفه يعني بالناس الاتقياء الورعين الاجلاء. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بهم في جنه فردوس. يعني ولاد تصرف غير مدن السواسا اللي كان ميسورين نضرب ربطني وفي قسمي عباد ما يرضى اللي دار لنا التجاره اللي دار لنا بيع الشراء لا موانسن يخصا اتنكن غماس ندير نربي تبارك وتعالى، اتنفاق نفماس التوحيد، اتنفاق نفماس هو نربي تبارك وتعالى تحفيظ القران، اتنفاق نفماس طلبات العلم، اتنفاق نفماس المدن اللي راه داك يسلك من التوحيد صغيك ليا، اتنفاق نفماس المساجد اللي قتلت السنه، اتنفاق نفماس مي فماس الجمعيات اللي قتلت اللي غير التوحيد اللي كيس المنهج اللي كيس السنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا موانسه شكون اللي مالك يا راك كيسقسى ربي تبارك وتعالى سند ولا غلمان من اين اكتسبته وفيما انفقته
اكتسبت غماس التجاره ولله الحمد والمنه، نفقت غماس الدين لربي، التوحيد لربي تبارك وتعالى، تسنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو استسي محتجان، هان ربي راه فلاك يقبل، يباركك في صحتك، يباركك في مالك، يباركك في زوجان، يباركك في اختروان، يباركك كل ما سنت كيتا فوس هو فولكي، هذاك يسيك ربي البركه، اصلوا الضياع المدن، الاموال فما سمي، فما سمي كرا اللي نريد بناميه، كالمهرجانات ولا كرا الموازم الشركيه ولا زود من غير مدن اتقان ربي تبارك وتعالى غما سلم لهم والنس انما هم مستخلفون فيه المال مال الله ربي تبارك وتعالى اسكن لي يسي هذا هذا ما سمي يفكاك ربي تبارك وتعالى مالا اتي تنفق غما سند غراسين وفولكي نربي ربي يوفق الجميع لما يحب ويرضى يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى صلى الله عز وجل يرزقنا واياكم الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل هذا البلد السعيد للمملكة المغربية نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والطمأنينة تحت يعني سيادة ملك محمد السادس جزاه الله خيرا صلى الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره في الصالحات صلى الله تبارك وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه الساهرين على أمن البلاد ولا أقول هذا تزلفا لأحد ولا مجاملة لأحد إنما هذا عندنا عقيدة الذين يسهرون على أمن البلاد صلى الله تبارك وتعالى يوفقهم صلى الله عز وجل يثبتهم صلى الله عز وجل يرزقنا وإياهم الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل راه نعمة الأمن نعمة لا تقدر بثمن وهذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا في الدنيا وفي الآخرة على الحق أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.